أولا، نحن الآن في أين؟ نذهب إلى مطار الشارقة، نريد أن نذهب إلى الصين بالطيارة، واضح؟ ركزوا معي، هذه الأرض إذا قلتم أنها تدور، إذا خرجنا من مطار الشارقة برحلة دولية إلى الصين، الأرض تدور صح؟ طيب لو وقفت الطائرة في السماء أليست الصين تأتي؟ صح ولا لا؟ تدور تأتي الصين ولا ما تأتي؟ طيب لو كانت الشمس الأرض تدور هكذا، لو تمشي الطيارة ما أدري كم تمشي لن تستطيع أن تلحق الصين، لأن الصين تدور وأنت تدور، ولن تستطيع أن تصل إلى الصين لأنك تدور وهي تدور، فكيف تصل إلى الصين؟